وخلال مداخلة هاتفية في نشرة سابقة، كشف السيد يوسف محمد محمود مدير عام معرض البحرين الدولي للطيران عن أبرز الأرقام والإحصاءات والاتفاقيات التي حققها معرض البحرين الدولي للطيران 2024. بعد المعرض حصل على العديد من الأرقام التي تميزت عن ما كان في السابق. 177 مشارك في المعرض يمثلون 56 دولة، وعندنا من الوفود المشاركة 45 وفد يمثلون 56 دولة، منهم 34 وفد عسكري من 21 دولة ويمثلون 145 فرد، بالإضافة إلى لأول مرة تجينا وفود من أفريقيا ووسط أفريقيا مختلف القارة الأفريقية. بالإضافة إلى ذلك من الوفود المدنية من 24 دولة مشاركين معنا، عدد الوفود الأفراد في الوفود المدني 190 فرد، بلغ مجموع العدد الوفود المشاركة كأفراد إلى 335 فرد. بالإضافة لذلك شاركت 127 طائرة من مختلف أنواع الطائرات العسكرية والمدنية وطائرات رجال الأعمال وطائرات الهواء من مختلف الطرازات. عدد زوار المعرض لأول مرة يتجاوز 87 ألف زائر يمثلون القطاعين المدني والعسكري والجمهور الحاضر لهذا المعرض من القطاعين التجاري والترفيهي. بلغت عدد الجنسيات التي زارت المعرض 81 جنسية. بالإضافة إلى ذلك هناك العديد من الصفقات التي تمت والعديد من مذكرات التفاهم.